احنا اكيد مش هنكتفي بدرجات الحراره بما ان احنا عندنا يعني بعض المعلومات ان النهارده هيشهد برضو انخفاض في درجات الحراره وفرص كبيره لسقوط الامطار، فعايزين نطمن ونطمن حضراتكم. معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور بونجور وكل سنه وحضرتك طيب، ويمكن دي اول مكالمه مع بعض في 2023، صح كده؟ صح كده، اهلا بيك يا نهوان كريم، كل سنه وانتم طيبين وكل جمهور الاهلي وكل الشعب المصري. يا رب يا رب خير وتبقى سنه حلوه علينا جميعا وعلى النادي الاهلي يا رب. خلينا نطمن من حضرتك، امبارح او اول امبارح الدكتور منار كانت معانا وقالت لنا ان هيشهد الامس والنهارده يعني تقلبات كده في الطقس وفرص سقوط امطار وشبوره وغيره. خلينا برضو نطمن الساده المستمعين واللي بيتابعنا دلوقتي يا فندم، اتفضل. بالفعل طبعا زي ما قال الدكتوره منار، وتوقعنا طبعا في هذه الارصاد الجويه ان الامطار هتكون متوسطه، تصل الى متوسطه في ساعات الليل المتاخره على القاهره. اللي حصل امبارح بالليل شفنا مناطق متفرقه ومناطق عديده. القاهره الكبرى شهدت امطار متوسطه، وكان طبعا صاحب فيها بعض السحب الرعديه واللي سببت في سقوط بعض حبات الثلج او البرد في بعض المناطق. وانخفضت درجة الحرارة ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 12 درجة مع تكاثر السحب اللي موجودة في الساعات الأولى من النهار. النهاردة السحب المائية موجودة معانا طبعا نتيجة الرطوبة، بالإضافة إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة اللي تتسبب في سقوط أمطار. لكن حتى الآن الحمد لله الأمطار أقل حدة من امبارح، خاصة على الطرف الشمالية باستثناء طبعا اسكندرية اللي بيكون لها نصيب الأهل سقوط الأمطار في فصل الشتاء. بالفعل هناك سقوط امطار متوسطه الى غزيره على مناطق من اسكندريه، لكن برضو اقل حده من امس. النهارده المنخفض الجوي اللي تسبب في سقوط الامطار امبارح بشكل كبير تحرك ناحيه شرق جمهوريه مصر العربيه، بقى موجود في شبه جزيره سيناء دلوقتي. فلحد كبير رغم وجود السحب اللي احنا شايفينها بره في سماء القاهره الا ان فرص الامطار النهارده هتكون خفيفه وعلى مناطق متفرقه، مش هتكون طبعا زي ما شفناها امبارح خالص. اوكي. الامطار المتوسطه امبارح يا دكتور محمود كان يعني في مناطق يعني مثلا المهندسين كانت يعني زي ما اتقال كده متغرقه يعني، وكان في رعد وحاجات زي كده في زايد، ما كانش نفس القصه يعني، واماكن ثانيه بقى انا ما اعرفش اماكن ثانيه، كنت هنا وهنا بس، فالموضوع برضو كان غريب شويه يعني، فاهم؟ مناطق دي غريبه. لان كميات الرطوبه اللي على سطح الارض ما كانتش يعني خلي يكون في مطر في معظم او في كافه مناطق القاهره، فده اللي خلينا نقول ان الامطار هتكون الى حد ما خفيفه لكن متوسطه في اماكن اخرى. انما طبعا الساحل الشمالي هي اللي كان ليها النصيب الاكبر من الامطار اللي قلنا فيها تكون متوسطه قد تكون غزيره، وده حدث بالفعل امبارح. النهارده الامطار هتكون متوسطه على شمال ووسط سيناء، وده الى حد ما نظر للطبيعه الجبليه هناك، فمن دايما بنقول لهم الامطار المتوسطه في المناطق في شمال وسط سيناء ممكن تصل الى حد السيول نتيجه سقوط الامطار على المرتفعات. انما بالنسبه زي ما قلت لحضرتك وزي ما اتفقنا على القاهره، حتى الاجواء تكون بس شتويه، انخفاض درجه حراره تصل فيها العظمى ل 18 درجه، سقوط الامطار هيكون برضه على مناطق وامطار خفيفه ان شاء الله. طيب الشبوره يا دكتور محمود، بالنسبه للشبوره هي هتستمر للساعه كام؟ او دلوقتي نقدر نقول يعني لسه 10 ونص، هل لسه في شبوره على مناطق مختلفه للناس اللي هي عايزه تسافر او عندها سفر او غيره؟ هي الشبوره اللي موجوده دلوقتي نتيجه كثافه الرطوبه اللي موجوده في الكتله الهوائيه مش مأثره على الرؤيه بشكل كبير. تسمح لحركه السفر، ما فيش مشكله خالص. الرؤية يعني واضحة بالنسبة للمسافرين، لكن في شبورة مش مؤثرة. كويس جدا، يعني هي غير مؤثرة، فاحنا بنطمن برضو سادة دلوقتي المشاهدين لو حد عنده أي سفر أو غيره يقدر إن هو دلوقتي يسافر، ده ميعاد كويس يعني. رائع جدا دكتور محمود، بنشكرك وهنتابع مع حضرتك ودكتور منار برضو الأيام اللي جاية، لأن طبعا فصل الشتاء زي ما حضراتكم عارفين بيشهد دايما تقلبات في يعني